اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن حشيش، شوط اول اهلاوي رائع من شباب النادي الاهلي، تسيدوا من الدقيقه الاولى للدقيقه 45. شوط هايل زي ما انت بتقول، البدايه كانت قويه، ضغط من البدايه من لعيبه الاهلي، وكان في تصميم على احراز هدف من بدايه المباراه. يمكن الاول يعني هدف جه يمكن في الدقيقه 12، وتوالت بعد كده الاهداف، ضغط جامد من لعيبه النادي الاهلي من اول الخط الهجوم طبعا على دفاعات نادي بيراميدز، استخلاص كمان الكره الثانيه لصالح النادي الاهلي، مش مدين فرصه لبيراميدز ان هو ينقل او يستحوذ او ان هو يروح على المرمى النادي الاهلي. يمكن ما فيش في الشوط الاولاني كله غير تسديده واحده من فاول من جنب ال 18 ناحيه اليمين من بيراميدز، غير كده تسيد كامل للنادي الاهلي، تضيع كمان فرص كثيره رحنا بيها، وفي هدف جه كمان واتلغى بداع التسلل. الاهداف كمان عجباني انها من حاجات مختلفه، من ركنيه، هدفين من ركنيه، وهدف ثاني تسديده من الخارج بالقدم اليسرى من اسلام عبد الله. الكره الاخيره كمان حاجه اتلعبت استحواذ، وكره من العمق من ميدو نبيل لطبعا سمير محمد، رقص الحارس وحطها. طبعا اهداف جميله، الاربع اهداف. نتمنى ان الفرقه تفضل الشوط الثاني بنفس القوه ونفس الدافع انها تزود الاهداف، عندهم فرصه لزياده الاهداف. نتمنى نشوف شوط ثاني زي الشوط الاولاني. دكتور ثابت، من الدقيقه الاولى للدقيقه 45 في جديه من شباب النادي الاهلي، حتى في تنوع في الاهداف، شفنا اهداف من كرات ثابته، اهداف من تسديد من خارج ال 18، هدف الرابع مهاره واسيست عالي من ميدو نبيل، سمير محمد مراوغه عاليه كمان بيحرز الهدف الرابع، اداء ولا اروع للاعبي النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي بيقدم سيمفونيه رائعه في الشوط الاول، سيطره، استحواذ، روح، ضغط، محاولات، استغلال ضربات ركنيه، اختراق من العمق، اختراق من الاطراف، جاي مسجل اربع اهداف في 36 دقيقه. النادي الاهلي بيتفوق في كل شيء في الشوط الاول عن نادي بيراميدز. خلينا نقول ان يعني اسلام عبد الله بيسجل هاتريك، واحد من نجوم الشوط، يعتبر نجم الشوط الاول اسلام عبد الله مسجل. معنا ملخص وانت بتتكلم ده ملخص الشوط الاول، يعني اخطر هجمات النادي الاهلي والاهداف. لما تلاقي الفرقه كلها نجوم بالشكل ده، يحسب للكابتن احمد عبد الظاهر المدير الفني بصمته. اختلف الفرقه بصراحه، الروح والشخصيه بتاعت النادي الاهلي موجوده من الدقيقه الاولى، الضغط، المحاولات، السيطره. اسلام عبد الله النهارده ممتاز جدا في الضربات الركنيه، بيسجل هدفين من ضربات ركنيه وهدف من تسديده. اسلام عبد الله السنه اللي فاتت كان بيلعب ظهير ايسر، السنه دي بيلعب مساك ناحيه الشمال، فده يحسب للكابتن احمد عبد الظاهر. احمد اشرف ده احرف من اخوه كتير بصراحه. احمد اشرف ده لعيب كبير. احمد اشرف اخو محمد اشرف، يعني باك ليفت المعارض للزيت، لعيب ممتاز. احمد اشرف ده يعني بصراحه زي ما بنتكلم على كريم الدبيس، لا الناس بقى تبدا تركز مع احمد اشرف. احمد اشرف السنه اللي فاتت كان جناح يمين عشان مهاري. النهارده لعيب كورته حلوه قوي، يعني اطمن على الباك ليفت، اطمن. انت عندك كريم الدبيس وعندك كمان احمد اشرف. احمد اشرف مهاري قوي، صحيح، عنده شخصيه، عامل 2 اسيست في الضربات الركنيه، زي ما هنتكلم على اسلام عبد الله هنتكلم ان هو اللي عامل العرضيات. احمد اشرف لعيب كويس جدا، وعنده على فكره قرار التصويب، وقرار التصويب هايل. يعني الباك الشمال في النادي الاهلي واعد. سمير محمد المهاجم النهارده بيوجه رساله ان عندنا مهاجم راس حربه كويس، يقدر الفريق الاول يبص عليه، زي سمير محمد بيوصل للهدف السادس ليه، بمتساوي مع علي نادر، مسجل 6 اهداف في دوري الجمهوريه. احمد طعيمه لعيب ممتاز في وسط الملعب، اهم لعيب في الفرقه في استعاده الكره الثانيه طعيمه. طعيمه اللي مديك الاستحواذ والسيطره، كل الفرقه بتضغط، احمد طعيمه ده اللي بيمثل الحمايه ورا. في لقطه بس في الدقيقه 28 والثانيه 7 لو نجيبها، بص على روح الفرقه، فرقه كسبانه 28 والثانيه 7، يعني كنا كسبانين 3-0 في الدقيقه ديت، بص على روح لعيبه النادي الاهلي، 3-0 ممكن لعيبه ثانيه تريح، لا النادي الاهلي لو نبص حتى في الاوت هتلاقي كام لعيب في القتال رايحين على الـ على الـ على هي دي اللعبه، لا هاتها من اولها، من قبل ما تتلعب رميه التماس، بص قتال لعيبه النادي الاهلي هي قبل رميه التماس على طول، قبل الرمي على طول عشان ياخد الكره دي، عشان ياخد الكره الثانيه. ده لا ده بيبين لك ان الفرقه دي بتلعب بروح وشخصيه، دي مهمه قوي. الحاجه كمان ميدو نبيل وميدو اسامه اثنين صناع العاب، بص هنا حضرتك الكره هنا هتطلع اوت، الفرقه كسبانه 3-0، بص القتال والروح. وميدو نبيل جاي بيطلع تحس ان في روح في شكل مختلف لفرقه 2003 الصراحه. ميدو نبيل وميدو اسامه، ميدو نبيل لمسته للكره ممتازه، بدا يستعيد جزء كبير من مستواه. ميدو اسامه برضه
اللي عايز اقوله كمان زياده يا احمد بس حته اسامه ان كمان انا بحيي برضو الثلاث مدافعين لان دايما في ظل الاسلام عبد الله ابراهيم عبد الحكيم عبد الرحمن رشدان في ظل الهجوم بتاع النادي الاهلي والاهداف الكتيره كزير. ممكن الديفنس شويه سرحان. يعني سرحان بتجيله كل فتره هجمه ممكن يبقى فيه عدم تركيز انما هم مركزين الحقيقه مع الولد الافريقي اللي هو عنده قوه وسرعه وبرده مركزين تركيز جامد يعني طب نروح بقى للمركز بتاع كابتن حشيش واحد من نجوم المباراه احرز النهارده هاتريك اسلام عبد الله اسلام عبد الله بالرغم انه بيلعب مدافع لكن طلع في ركنيه احرز هدف تسديده من خارج ال 18 هدف ركنيه ثانيه بنفس الطريقه ونفس اللعبه هدف ده انا عايز اقول لك ان دي ما بتحصلش الا كل 2000 سنه ان يعني يبقى مساك ويجيب هاتريك ثلاث اجوان يعني حاجه طبعا يعني حلوه قوي وكمان غير انها كور بالراس لا ده في كمان كوره تسديده من بره ال 18 يعني مش مثلا يعني انت عارف المساكين بيطلعوا في الكورنر في الكوره الثابته بيلعبوا بدماغهم انما ده كمان جايب كوره تسديده بشماله من بره ال 18 فهو طبعا امكانياته عاليه ويومه بيدنا طبعا عايزين نشوف الهدف الاول مخرجنا دكرور يا ريت يعرضنا الهدف الاول عشان نحلل بقى نشوف التحرك اسلام عبد الله رفعت احمد اشرف نتكلم عن الهدف ده الهدف الاول يا كابتن حشيش يا دكتور سابق اتفضل طبعا يعني اتلعبت على البعيده في ناس كمان مغطين ال 18 كله في واحد على القريبه وفي واحد في نص 18 بالتحديد اسلام بقى جاي من اخر خالص ايوه كان في النص اتحرك يعني على البعيد اخر واحد بص لف لف وراح على يعني هو متابع الكره كويس قوي بعينه من اول ما عدت سرق الراجل اللي قدامه ده شوف لف من وراه وحطها طبعا متابعه جيده جدا جدا وهدف الحقيقه رائع لان بص الكم كمان لعيبه النادي الاهلي 1 2 كره طبعا عدت خط المرمى يعني ست لعيبه من النادي الاهلي جوه ال 18 كل واحد اللي يعني مغطيين حته بتاع ال 18 كلها هات لنا الهدف لا انا مش عايز الهدف الثاني التسديد انا عايز الهدف الثالث عشان نقارن الاولاني عايز الاول والثاني ثانيه وقف الهدف الاولاني ده الثالث يا دكتور ثابت ده الثالث نفس الهدف نفس التحرك محمد اشرف التخصص محمد اشرف الاول اتكلمنا عليه ان هو اسيستاته كويسه جدا احمد اشرف اسلام عبد الله عنده ميزه وعي تكتيكي في تحركاته ان هو بيعمل تحرك اسمه التحرك الكيرفي تمام. يعني ايه كيرفي يعني بياخد كيرف بيتحرك كده ويقوم ضحك على المدافع يعني اللي قدامه بيسرق المدافع ويعمل كيرفي بص هات الجون الاول هي باينه في الاول الكاميرا جايباها في الاول اكتر من الثالث الثالث هو اتحرك في مساحه يعني بيتحرك بوعي رجع بظهره رجع بظهره عشان يقدر يلحق في الكرة. الجون الاول بص هنا حضرتك اهو هو واقف هنا عادي ده الثالث ده الهدف الثالث هات الاول بس الاول هتبان اكتر في شكل اكتر تحركه اللي عمله اللي هو بس رجع بظهره ازاي احمد هو هنا رجع واستغل مساحه اخذ مساحه بالزبط. في الاول عمل تحرك كيرف كده فدليل ان المساك ده بص هنا هات بقى ده الهدف الاول هات ايوه كمل هات الهدف الاول ماشي هات الاعاده بتاعتها كمل هات له الاعاده عشان هو عايز الدكتور ثابت هيشرح حاجه مهمه جدا في التحرك بص وقف هنا وقف ارجع 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 ثواني ارجع كمان ارجع 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 ماشي ارجع كمان بص هو هنا واقف ضحك على المدافع ان هو رايح فين هيقطع القريبه رجع عمل بنص جسمه تحرك كيرفي صح ورجع لورا رجع لورا التحرك ده هو الجون ارجع كمل كمل بص راح فين المدافع سرح خلاص خرجه بره اللعبه واتحرك في ظهره هنا التحرك 90% من الجول متابعه طيب. وتوقع نشوف بقى الهدف الثاني التسديده ايضا الرائعه من نجم المباراه اسلام عبد الله صاحب الهاتريك النهارده جاب هدفين شبه بعض الاول والثالث لكن الثاني برضو مهاره بيختص بها هي مهاره التسديد اتفضل يا كابتن ده الهدف معانا الهدف طيب حسن. ده الهدف الرابع يا دكتور ده خلينا ده في الهدف الرابع من احلى الاجوان هدف جماعي ممتاز احلى ما في الجون لمسه ميدو نبيل ميدو طبعا اللمسه اللي عملها ارجع هات التمريره قبل الجون وبعد كده سمير محمد تحركه هنا صحيح. المهاجم سمير بصراحه مهاجم يستحق البص عليه يعني سمير محمد رقم 9 بيوصل للهدف السادس ليه في الدوري هنا طبعا بيرقص الجون بشكل كويس جدا وهادي وثابت وبيقدر يسجل نموذج احمد نموذج للتحرك بدون كوره ايه رايك في لمسه ميدو نبيل لمسه واحده لمسه واحده طبعا يعني هنا اتحطت الكوره بص ميدو نبيل هنا اللمسه الواحده اخذ ال1 2 الرؤيه مع طعيمه بص يا اسامه يا ريت تجيبها تاني وبص قبل ما الكوره تيجي لميدو نبيل قبل ما الكوره تيجي لميدو نبيل قبل ما يلمسها اللمسه الواحده دي هو بص الاول يا ريت تجيبها بس تاني لا من اول بص 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 والكوره بتتلعب ميدو نبيل هقم بص هو اللي لعب الكوره هنا بص بقى بص بص البصه دي عمل كده الاول عمل اسكان وحطها. اسكان وحطها. كشف الملعب لمسه واحده لانه لو كان وقف الكوره
كان المهاجم بقى اوفسايد، فهو البصه واللعب كره من لمسه واحده دي بتدي تايمنج صح لراس حربه ما بتطلعش اوفسايد. كابتن حشيش، اخيرا الشوط الثاني ممكن نشوف اهداف ولا لاعبي النادي الاهلي ممكن يكتفي باربع اهداف ولا يكون في جديه زي الشوط الاول؟ بالروح اللي انا شفتها في الشوط الاولاني في جديه وفي اصرار على ان شاء الله زياده الاهداف في الشوط الثاني، هنتفرج على الاهداف في الشوط الثاني. دكتور ثابت، هيكون في اهداف في الشوط الثاني والنادي الاهلي هيزيد من الغله من الاهداف في الشوط الثاني باذن الله؟ ممكن نشوف محمد حمدي، ميسي، ممكن نشوف يوسف شريف، محمود حمدي، الثلاثه دول تحديدا ممكن ينزلوا يكون لهم اوراق. وبرده مازن اسامه في الباك رايت تاني. رقم واحد محمد حمدي ميسي، محمد حمدي ميسي. رقم اثنين يوسف شريف، ده جناح شمال برده كويس، ومحمود حمدي المهاجم. الثلاثه دول وبعدهم مازن اسامه لو حب يغير يعمل باك، يغير الباك رايت. دول الاقرب في الشوط الثاني. طيب، كل الامنيات بالتوفيق ان شاء الله، واضافه اهداف وتالق من لاعبي النادي الاهلي في الشوط الثاني بعد انتهاء الشوط الاول اللي كان رائع من جانب النادي الاهلي. نروح سريعا لملعب المباراه ومعلقنا المتميز تامر عبد السلام، ونشوف حضراتكم بعد نهايه المباراه.